مشاهدينا، من الحالات المرضية الأكثر شيوعاً والأكثر تردداً على عيادات الجلدية هي مرض حب الشباب، واللي اختلف الكثير بتسميتها كمرض أو عدم تسميتها كمرض. خلينا نتحدث أكثر عن حب الشباب، طرق نشوءه، أنواعه، وحتى طرق علاجه مع ضيفنا اللي انضمنا اليوم في الاستشارة الطبية، الدكتور محمد مغيرة القاسمي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. حياك الله معنا دكتور. مساء الخير عيات، كيفك؟ الله يسعدك دكتور. أول سؤال سألتك يا قلت لك إيش أكثر حالة تتردد عليك في العيادة؟ قلت لي حب الشباب. حب الشباب. شو أسباب نشوء حب الشباب؟ طبعاً نشوء حب الشباب هو هرموني، ما فيها أوكي. أسبابها مثلاً بيجوا بيحكوا لي دكتور ممكن الأكل؟ لا، لأن الأكل كنا ناكل عمرنا 10 سنين 12 سنة 11 سنة كل شيء ناكل، ليش ما كان في حب شباب؟ أوكي. لا، بعد ما ينضج الإنسان هرمونياً يبلش الهرمون يشتغل على الجلد، فيتكون حب الشباب، يعمل زي تكتل في الجلد بالضبط على فتحة الشعرة فتسكر فتصير حب الشباب. هي يعني أسبابها هرمونية بحتة؟ هرمونية. لا يوجد هنالك أسباب خفية تقف وراء حب الشباب مثل وراثة، مثل أنت الأطعمة نفيت. لا، الوراثة تايب، يعني نوع حب الشباب. نوع حب الشباب. بس الوراثة تيجي مثلاً الليسيستيك اللي هو متكيس المشوه، أوكي، اللي تيجي معه حتى ينضرب الجوينت، ينضرب المفاصل، هذا نوع ممكن يجي جينيتيك. دكتور لما تقول هرموني إذا هو متعلق بفئة عمرية معينة، يعني لما سميناه حب الشباب هل التسمية صحيحة؟ لا، ما هي هاي المشكلة، هو اسمه أكني، يعني يجيني قبل 50 سنة ولا عمره 40 سنة أحكي له حب شباب بيقول لي دكتور وظل شباب. بالعكس تعطيه سبب يعني للأمل في الحياة. أنتوا سميتوها حب شباب، ما في حب شباب، يعني هو اسمه أكني، هو التهاب بصيلة الشعر مع الغدة الدهنية، هذا هو السبب، هذا الأكني. هي هو شو أنواعه دكتور؟ بس هو أكثر إشي، لأنه هذا الاستعجال بالتغيير الهرموني يصير عند الشباب، بعدها شوي شوي يثبت الهرمون. دكتور ايضا لما تواجه الفتاه او حتى الشاب ظهور حب شباب تلقائيا يلجؤوا الى اخصائيين التجميل الممتهنين لمهنه التجميل، ما راح نسميهم اخصائيين، بيقوموا بعمليات تنظيف البشره وتحديدا العمليات نقول البدائيه مو العمليات القائمه على الهايدروفيشل. هل عمليات تنظيف البشره ممكن تكون مفيده في علاج حب الشباب؟ شوفي، عمليات تنظيف البشره ولسه ما طالع الحب ممكن اثناء وجود الحب أثناء وجود الحب السوداء. الرؤوس السوداء اوكي نو بروبلم، ترشين الرؤوس السوداء معناته حب شباب مفتوح. صحيح، ما هو حلو، اوكي فيري نايس، يعني ما راح تصير حبه، يعني البصيله مفتوحه، هذا الاسود هو اوكسيدايزيشن، يعني جلد متاكسد، اوكي فكويس، يعني هذا مفتوح، بس اعطيني المغلق الوايت هيد مش البلاك هيد، الوايت هيد هو المشكله. هسه تنظيف اوكي فيد، بس هذا التنظيف يعني it cost money، هي موجودة البكتيريا already موجودة بالجلد، يعني هي بدها ميديا عشان تنشط فيها بس. يعني حب الشباب معدي؟ لا طبعا غير معدي. لا، لأنه من الدارج بأنه عندما تواجه حب شباب، ظهور حب شباب لديك، حاول أنه مناشفك الخاصة فيك، حاول حتى غسولك الخاص فيك، هل هذه الطرق صحيحة؟ طب يعني هو عادة من الأحسن الأحسن أنه كل واحد له منشفته وله غسوله، غسول لا واي، بس إلى مرحلة غسول مش صابونة، لا صابونة بس هل هو حب شباب مادي؟ لا، كوراني بكتيريا ما أكني، ما موجودة بالإنسان، يعني هي مش جايته من برا، واللجوء دكتور إلى صيدليات وأخذ وصفة دوائية كما تشاء، أريد مثلا جل أنتيبيوتك موضعي أو حبوب معينة تنصح فيها؟ هذه للأشياء الخفيفة مش مشكلة، بس لما تكون عنيف حب الشباب لا، الأحسن الصيدلي أنه يحكي له شوف طبيب، يعني الأحسن يقول له شوف طبيب، بس بالبداية يعني مثلا حبة حبتين خلي يجرب، أوكي نو بروبلم، خلي يجرب يعطي أنتيبيوتك، لأن الصيدلي كمان عنده علم، يعني يعطي مثلا انتي بايتك، هاي عاده خارج المناطق العربيه ممنوع، يعني ما في أكيد. يعني حتى بالامارات هسه يعني انتي بايتك اذا بدك تشتري انتي بايتك جل او كريم ما يعطوك، يقول لك جيب لي وصفه من طبيب. صدقا دكتور هذا الطريق الافضل. هي طبعا هذا الطريق افضل، بس خلينا نحكي شيء موجود. كم مره يغسل وجهه الواحد؟ مرتين 3 مرات
اللي عنده حب، اللي عنده بدايتها يعني كبداية حب شباب يغسل 3 مرات في اليوم، في غسولات معينة يغسل فيها أوكي، ما يتجمع الجلد، الجلد ما يتجمع، ما يتكتل في مكان واحد أوكي. It's very good. ما يمنع حب شباب. فيها طريقة التفريش. بشكل مشي. Yes. بإيده. حتى ما يحتاج هذا الفيشيال. وفي مقشرات مثلاً التيرتينوين الروتين أي، مقشرات يحطها 2-3 مرات في الأسبوع. It's very good هذه. هذا لسه إحنا تشيب. دكتور مستحضرات التجميل. حتى نقول في الطرق الوقائية حتى نمنع بشرتنا من ظهور أي حب للشباب، كيف ممكن نختار مستحضرات التجميل بعناية؟ مستحضرات يعني أويل فري. yes. هو أكيد راح الفريجنس يعني ما فيها لا عطور ولا فيها أويل أوكي. عادة يعني مين يستعمل مستحضرات التجميل؟ الفتيات 20 فوق صح؟ فممكن يعمل فوليكولايتس. طبعا حب الشباب بيصيب فئة عمرية من ال 13 لل 18 وفي بلش بعد ال 20، اللي بلش بعد ال 20 لازم تاخذ ايزوترتينون يعني سيستميك عن طريق الفم العلاج ابدا. يعني جربت كثير يعني بالفيلد على زمان كثير يعني صار لي 25 سنة جربت كثير انه بعد ال 20 ما بيفيد، ما بيفيد اي حل الا لازم اورال. ايوه الروكيتان او الكيوراكني اللي هو ايزوترتينول اوكي. هسه مو مستحضرات التجميل كونك طبيب جلدي مستحضرات وتجميل. التجميل لازم تكون ميديكال يعني مش كوزمتكس، ميديكالي شركه معروفه وتنتج ادويه اوكي، لانه عندها لانه هذا قبل ما منتجه هذا المستحضر عامل بحوث 10 سنين عليه اوكي. فلما تنتجه بعناية، ولكن المشكلة وين؟ when you put this لما تاخذي صح هلا ما بتعرفي شو في بكتيريا بايدك صح؟ صح حطيتيها او حتى بالسبونج وتحطيها ترجعي تحطيها اوكي، ما هذه شوي شوي راح تبلش بكتيريا تصير صحيح. فيصير عندك التهاب بصلات الشعر. إذا لازم نتعامل بحذر مع مستحضرات التجميل وحتى طرق وضحها. حتى طرق وضحها. دكتور بهذه النصائح أختم حديثي معك، شكرا جزيلا على المعلومات اللي أضفتها للمشاهدين في استشارتنا الطبية إلى اليوم، وإن شاء الله لنا لقاءات لاحقة. يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعا.